جديد اهلا بكم. انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبد العزيز الدولي للإبل. الزميل خلف الخلف معه التفاصيل نتابع. في أجواء شتوية انطلق اليوم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الخامسة. هذا المهرجان يفتتح اليوم بفئة المجاهيم، فئة الفحل وإنتاجه، من خلال هذه العروض التي تشاهدونها خلفي الآن. حديث عن مستجدات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الخامسة والتطورات التي شهدها هذا المهرجان منذ انطلاقته. اختلفت أشياء كثيرة حقيقة، من ضمنها إدخال فئة مثلا المفاريد وهذه ما كانت موجودة، أيضا أضيفت بالنسبة للجوائز، رفعت جوائز كانت محددة سابقا وثبتت بعض الفئات السابقة، أيضا عدلت الفئات بحيث أنها تكون متقاربة، بدلا من 100 صارت 80، بدلا من 50 صارت 60، بدلا من 30 أصبحت 40. رغم أننا ما زلنا في ساعات الصباح الأولى، إلا أن هذا المهرجان شهد حضورا كثيفا من قبل الجمهور في هذه المنطقة. لذلك اليوم نستطيع أن نقول بأن المهرجان شهد حضورا كثيفا في بدايات انطلاقته. من الصياهدي الجنوبية خلف الخلف، MBC.